سلام حبوباتي، جسبيغ تكونوا كامل بيان. بون، الفيديو تاع اليوم جيت نوريلكم كيفاش تركبي الرموش بطريقة يعني سهلة جدا. بون، حاجة الأولى راني حاصلة باش نحلكم لابوط تاع لي فوسيل. ليسونسي غادي نستعمل هاد لي فوسيل من عند اسونس 3D. دي بريفيرونس لي في توجور تميلو لي فوسيل 3D، يعني يبانو بلو ناتورال ما يبانوش رموش اصطناعية. وهادو افضل رموش عندي، هذا النوع اللي يجي صغير من قدام ويبدو يطوالو، يعطو سحبة، يعطو لوك شباب للعين. و لاكول يعني ولا اروع، هاد لاكول يعني ننصحكم بيها سورتو المبتدئات، تعاونكم بزاف. تحكمي الرمش وتقيسي على حساب عينك. بون، اللي عينيها صغار توجور تمقص مع تالي. انا الحمد لله جاوني شال على عينيا. بعد ديت ان بينسو ووزعت عليهم كميه معتبره من لاكول، وتخليها واحد 15 لـ 30 ثواني تنشف شويه باش تعاونك وما توسخلكش اللوك اللي تكوني خادمته. بعد تحكمي اللقاط وتحكمي الرمش من الوسط وتحطيه على العين في الوسط، وكي تحسي باللي سيبون لصقات تبدي تلصقي الجوانب، تلصقي الجانب البراني ومن بعد تلصقي بداية الرمش. وتبدو اشاك فوا ليفي، كل ما تحسوا بلي لاكول مازال ما نتفتش تكودوغي كيما نقولوا تشدوا فيه وتزيروا، تشدوا فيه وتزيروا، يا باللقاط يا بيديكم، يعني اللي استعدتكم. وهي دي بريفيرونس تستعملوا اللقاط كما راكم تشوفوا، تبدو غير تزيروا حتى اللي تحسوا بلي سيبون لاكول تاعكم نشف. فوالا، من بعد ديت كريون، ماشي كريون يعني فتر ايلاينر، انتي تستعملي كريون اللي كان عندك باش تكملي الفراغ اللي راه باقي واللوك يبان مقي ما يبانش ديفيرونس بين عينيك ولي فوسيل. من بعد هاد الايطاب اسونسيال هي الغيسيل، ما تنساوش الغيسيل من بعد ما تبلاصوا لي فوسيل باش ما يبانوش لي فغيسيل تاعكم، ما يبانوش هاودين. سورتو اللي تبغي تتصور لي بغي اللي تبغي باش يبان اللوك شباب. فوالا، ومن بعد تبدي تلصقي بيديك حتى اللي تحسي باللي سي بون شفارك دخلوا مع لي فوسيل. هذه هي نتيجة لي في مكانش طريقة أسهل من هذه الطريقة. إن شاء الله تسيوها وتستفادوا، خلو لي بتي كومنتار. ولي عجبها الفيديو بيان سور تبارطاجيه مع صحاباتها هكا باش يستفادوا هما تاني ويتعلموا. وتهلاو لي في رواحكم. بون بيزو، باي باي.